السلام عليكم، ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. وفيديو جديد على قناه ليدو جيمز. ايه يا جماعه اللعبه الجامده دي؟ انتوا شفتوا التحديث الجديد عامل ازاي؟ ارينا بريك اوت السيزون الرابع عامله تغيير جامد جدا. امتى بقى النسخه بتاعتنا احنا توصل للمرحله دي؟ اهلا بكم يا شباب مع لعبه ارينا بريك اوت السيزون الرابع. الاول نقول حاجه صغيره كده، اول لما تيجي تفتح اي لعبه وتلاقي مكتوب عليها تحت الصيانه تعرف على طول ان هيكون في حاجه هتحصل في اللعبه، يعني ممكن يكون في اصلاح لبعض الاخطاء في اللعبه او هيكون في تحديث جديد هينزل للعبه، زي ما حصل كده امبارح او امس ان الناس كلها فتحت اللعبه ولقت ان في اللعبه تحت الصيانه، فطبعا كله كان مستغرب يعني ايه تحت الصيانه. انا كنت مفكر ان انتوا عارفين ان اللعبه اساسا هتنزل، لان هم اساسا كانوا متكلمين عن ميعاد اللعبه اللي هو يوم 11/7 في نزول السيزون الرابع من نسخه الصين. طبعا انا كنت مفكر ان انتوا عارفين الكلام ده، بس هو اللي حصل حصل امبارح ودلوقتي اللعبه شغاله وتمام وزي الفل. طبعا في تغيير كامل بقى في السيزون الرابع، اللعبه اتغيرت بشكل كبير جدا بكل حاجه، بتفاصيلها في كل حاجه، يعني حتى الحدث اللي موجود ده ثلاث مودات في مود واحد، يعني مود ظلام ومود جماعي، وكمان المود اللي كنا بنلعبناه في اللي هو في نورث ريدج اللي انت بتنزل بتختار السلاح بتاعك وتنزل تلعب، اللي كان الحدث اللي كان نزل في نورث ريدج في النسخه الانجليزيه بتاعي. طبعا ثلاث مودات في مود واحد بتقدر تلعب اللعبه، بقت جامده جدا، اللعبه بقت دمار شامل. انت لما بتيجي تنزل في مود الظلام مع البرق اللي بيحصل في اللعبه والامطار والكلام ده، الجو مختلف جدا جدا. الشخصيتين دول شخصيات انت بتعمل منهم بدل وتاخد منهم مهمات، ودولت الكيانات بتاعتهم اللي هي الكيانات الزرقاء والكيانات الحمراء، انت بتقدر تبدل منهم وكمان بتقدر تعمل مهمات. اهم حاجه انت لازم برضو تتابع الاحداث اول باول والمهمات اول باول في اللعبه. السيزون اللي فات كان المهمه اللي انا احصل على الكيانات الفضيه ديت عشان خاطر القناع الماسك اللي هو ده. دلوقتي السيزون الرابع في النظاره اللي انتم شايفينها دي، برضو دي بتاخدها بشكل مجاني خالص، بعد ما تعمل انت المهمات بتاعتك وتحصل العدد الكيانات اللي هم طالبينها منك، تبدا اللي انت تاخد النظاره على طول بشكل مجاني وتبقى بتاعتك. زي ما انا اخدت القناع كده، السيزون الرابع برضو ان شاء الله ناخد النظاره كمان. في رقصات جديدة اضافت للعبة، زي مثلا الرقصة دي حاجة كده ما تفهمش هي اوكي بس بالصيني تقريبا، او ممكن تكون اوكي بس بالصيني، بس دي رقصة جديدة في اللعبة. وفي برضو رقصة تانية برضو نازلة، برضو رقصة نينجا كده، برضو كأنك بتلعب نينجا، بس هي لها معاني تانية هم فاهمينها هم في اللعبة. نروح على طول للباتل باس، والباتل باس تقريبا هو مش هيخصنا بشيء، لان احنا ما بنعرفش نشحن اساسا النسخة الصيني، يعني النسخة الصيني لها طرق تانية مختلفة، لكن دي بعض اللي هي اللبسات الجديده اللي اضافت في اللعبه والاسلحه وسكنات الاسلحه. هنا بقى في حاجه هنا اللي هي النقط اللي كنت انا واخدها من السيزون اللي فات، طبعا هي اتمسحت، هي نقط السيزون الباتل باس دي اتمسحت، لكن هم هنا بيعوضها لك بكيانات انت بتاخدها كيانات لما بيتجدد السيزون اللي بعديه. يعني لو جيت بصيت للحاجات الجديده اللي في اللعبه هتفضل تقول يا بخت ايه اللي بيشحن في اللعبه الصيني بصراحه. يعني طبعا مفيش حد هنا بنعرف نشحن في اللعبه الصيني كله، طبعا احنا منتظرين لسه النسخه الانجليزيه. طبعا ده لبسه جديده وجامده بصراحه مع السلاح بتاعها، يعني بصراحه يعني مش عارف اوصفهم لك، يعني حاجه جامده جدا. تخيل انت لما تلعب بلبسه زي دي بالسلاح اللي هم منزلينه، عاملين له سكن جامد جدا قوي، حاجه كده رهيبه كده من الحاجات اللي هي بتاعه الحرب العالميه الثانيه، حاجه كده غريبه والله. لعبه جامده، احنا شايفين السكن عامله ازاي، والسكن السلاح نفسه رهيب، يعني شوف عامل السلاح نفسه رهيب جدا عشان انت تبقى معاك سلاح زي ده. طب هل انت بقى لو نزل لك السكن ده والسلاح عندك في النسخه الانجليزيه انت هتشتريه ولا هتكبر دماغك مش هتشتريه؟ انا عن نفسي انا هشتريه بصراحه، اللبسه جميله جدا، والسلاح نفسه اللي هو الفال ده برضو جامد جدا بالسكن بتاعه وحلو، لان السكنات اساسا واللبسه ما بتروحش، يعني انت حتى لو موت الحاجات دي ما بتروحش، هي بتفضل زي ما هي ثابته، السلاح بس اللي بيروح عادي، لكن السكن نفسه بتركبه على اي سلاح عادي زي ما انت عايز، واللبسه بتبقى بتاعتك، يعني الموضوع سهل يعني. لكن بصراحه هي تستاهل الواحد يشتريها. طبعا بعد الحاجات الجديده برضو زي الخوذه وبرضو اللي هو الدرع وكمان الشنطه، حاجات
حاجات جديده كده، هي حاجات على فكره رمزيه يعني، مش حاجات اوفر مش موجوده في اللعبه يعني، عشان الناس برضو بتفكر مخها بيروح لبعيد بتقول لك اه ده اللعبه هتبقى زي ببجي، لا هي حاجات خفيفه زي ما انت شايفها كلها في نطاق اللعبه يعني، انت بتلعب لعبه ارمي لعبه جيش فكله في نطاق اللعبه يعني، مش هيركب لك حاجات غريبه داخل اللعبه. طبعا الماسكات والحاجات ديت والخوذ والكلام ده دي موجوده في اي جيش اساسا في الحقيقه، واللبسات دي بتبقى موجوده اساسا اغلبها بتبقى في اسخن من كده بيلبسوه في الحقيقه بصراحه، بس دي حاجات العاديه جدا. طب تيجي ندخل بقى على الحاجه الاوفر شويه، طبعا انت كنت هتموت وتشوف الحاجات الاوفر شويه. طب ده سلاح اللي هو الاتش 416 سكن ذهبي، حاجه كده رهيبه بجد والله، مع رخمه والله جامد يعني، السلاح حلو وما يستاهل بصراحه، برده ما هوش برده الحاجه، بس بصراحه الذهبي بتاعه جامد جدا، ده بقى تلعب بيه وتلاقي ظاهر عن اللي في اخر الدنيا يشوف السلاح بتاعك من اللمعان بتاعه، حاجه كده جميله جدا. نقول كفايه كده عشان ما يجيلناش احباط ونشوف المود الجديد نظامه عامل ازاي بالظبط. طبعا انت بتختار الاول الماب اللي هي الخاص بنورث ريدج، طبعا يا شباب في الحركات اتعملت جديده، حركه اللعيب هو نازل والتيمات عامه لما بتيجي تنزل مع بعض، الاول انت بتختار هنا سواء انت كنت مع الفريق الاحمر ولا الازرق او حتى مع الفريق قوات حفظ سلام، وبعد كده بتختار اللي هو السلاح بتاعك اللي هو الخاص بقى، عايزه بقى سمول ولا ميديوم ولا لارج، فانت حاسب ما انت بتنزل بتختار السلاح بتاعك، وبعد كده بيتجمع التيم بتاعك بينزل معاك، في حركات بتتعمل كده وانت نازل مع التيم لما بيتجمع هتلاقي في حركه كده غريبه، انا بس عايز اوريها لكم اللي هي دي، هتلاقي في حركات للعيبه بتتعمل، ده جديد، ده اضافه جديده في اللعبه. بعد كده بتنزل الجيم بتحس ان انت في عالم تاني خالص، هتلاقي الناس الكتيره اللي نزلت سواء الناس اللي انت نازل معهم التيم بتاعك ولا الناس اللي نازله تحالف، هتلاقي كل تلاقي في عالم كتير جدا موجوده، ناس كتيره قوي تلاقي بتلعب طبعا مع جو امطار مع جو الرعد اللي بيبقى موجود، فانت اساسا تحس في رهبه كده جواك ما انتش عارف هي ايه، بس هي اللعبه غريبه بصراحه، انت عشان ده عايزه تعود بقى، عشان تتعود على المود ده فانت العب بقى النسخه الصيني وتعود عليه عشان ربنا يسهل بقى لما ان شاء الله يبدا هم ينزلوا لنا حاجه زي كده يبقى احنا تعودنا على مود الظلام والحاجات اللي اتعملت جديده في اللعبه. انا عايزك بس تشوف الواقعيه في اللعبه دي بصراحه، لعبه ارينا بريك اوت الواقعيه فيها رهيبه جدا، يعني انت شوف الجو الليل مع الامطار والرعد، شفت انت حتى الطلقات الرصاص اللي طالعه، الطلقات نفسها عامله اضاءه وزهره زي ما انت بتشوف كده مثلا في مثلا افلام او حتى في الحقيقه، فتلاقي الاضاءه بتاعه الطلقات الرصاص طالعه في الظلام، فانت شايف كل حاجه، كل حاجه بتلاقيها باينه قدام منك يعني، بص ضربات النار كلها بتبقى باينه قدامك على طول في اللعبه بصراحه يعني، اللعبه بتستاهل بامانه يعني. يعني انا كل يوم مثلا بفكر اجي اعمل فيديو تاني مختلف مثلا لعبه تانيه جديده او اي حاجه، قلبي ما بيطوعنيش يعني، دايما بفكر اتلاقي رينا بريك اوت هي اللي قدامي، انا مش بقول لك كده علشان اي حاجه يعني، بس دي حقيقه بصراحه، انت لو بصيت حتى على الفيديوهات هتلاقي اكتر عدد عامله هو رينا بريك اوت بغض النظر عن بقيه الفيديوهات التانيه، فهتلاقيني نفسي اساسا رينا بريك اوت هي اللي مسيطره، وانا شايف من وجهه نظري، من وجهه نظري انا الشخصيه، ان اللعبه دي هتبقى رقم واحد في المستقبل يعني، انت هتلاقيها هي رقم واحد وتمسح العاب تانيه كتيره انت كنت بتلعبها قبل كده، مش هتلعبها زي الاول، هتلاقي نفسك بتلعب ارينا بريك اوت على طول وهي اللي هتفضل قدامك، وكل ما تيجي تفتح الهاتف بتاعك هتلاقي هي مفيش غير ارينا بريك اوت، وهتلاقي نفسك بتلعبها اوتوماتيك كده. المهم وفي النهايه، هل ارينا بريك اوت النسخه الانجليزيه بتاعتنا احنا هتكون نفس النسخه الصينيه بالظبط ولا هتكون افضل منها؟ ان شاء الله نستقبل تعليقاتكم بخصوص ارينا بريك اوت، وفي اي حاجه شباب اكتبوا لي تحت في الكومنتات وان شاء الله هجاوب عليكم على طول، ما تنسوش يا شباب دعمكم ليا باللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة جدا، اشوفكم على خير وسلام.